ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة اقتصادية بدون بيض وبدون لبن. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الفانيليا الاقتصادية بدون بيض وبدون لبن. المقادير اللي معايا كوبايتين دقيق عليهم رشة ملح، وكيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، معلقتين كبار نشا، كوباية الا ربع سكر، نص كوباية زيت، كوباية مية. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. احط المكونات الجافة على بعض. كوبايتين دقيق عليهم رشة ملح، معلقتين كبار نشا كورن فلاور، كيس بيكنج باودر. هقلبهم كويس. وهخليهم على جنب. هجيب طبق وهنزل فيه كوباية الا ربع سكر، وعليها كوباية مية، نص كوباية زيت، كيس فانيليا، وهقلبهم كويس لحد ما السكر يدوب. خلاص قلبت المكونات السايله كويس جدا والسكر داب. هنزل بيها على المكونات الجافه. وهقلب بالمضرب اليدوي. هقلب كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي والقوام يبقى سايل معايا. قلبت الخليط كويس جدا لحد ما الدقيق اختفى وما بقاش فيه اي تكتلات والقوام بقى سائل زي ما انتم شايفين. حلو قوي. هجيب البريوش او الصينية دهناه كويس بالزيت. وهنزل خليط الكيكة. بسخن الفرن على درجة حرارة 180. هدخلها على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص لمدة 45 دقيقة. هدخلها الفرن وأول ما تخرج من الفرن هوريها لكم. أهو يا حبايب قلبي الكيكة بعد ما طلعت من الفرن تبرد، هقلبها وهوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي الكيكة بعد ما قلبتها وزينتها بصوص الكراميل اللي عملناه قبل كده مع بعض. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل الكيكة الاقتصادية بدون بيض وبدون لبن ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.